السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناتي قناة لمسة أمل. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو أول مرة أعمله على القناة، جولة في شقة عروسة. وأجمل عروسة عندنا في العيلة وأجمل عريس، ألف مبروك يا أميرة وألف مبروك يا محمد. يلا بينا ندخل على الشقة ونشوف الذوق الحلو قوي ده. ما شاء الله عندنا كوكتيل من الأذواق، السفرة معمولة على الذوق التركي، حلوة جدا. ومعانا الانتريه معمول كلاسيك، الوانه هاديه ورقيقه جدا. ودلوقتي معانا المفاجاه، الركنه. الركنه معموله على الذوق المغربي، بصراحه تحفه يا جماعه. وزي ما انتوا شايفين كمان الستاره معموله، البلتكانه بتاعتها من نفس الخشب اللي معمول في الركنه. الاتنين مع بعض عاملين شكل تحفة ورائع، بصراحة ذوقها حلو جدا. اهي ده البرقع او البلتكانة، ونفس الخشب اللي موجود معايا في الركن. حاجة كده آخر فخامة. هسيبكم مع الفيديو ويلا نشوف الشقة كلها مع بعض. تعالوا معايا نشوف النيش وجماله، هفتحه لكم عشان تشوفوه كويس من جوه وتشوفوا الرصة بتاعته عاملة ازاي.
خلصنا النيش وجنب منه على طول اوضه الضيوف فاتحه على الريسبشن. اوضه رقيقه خالص ما فيهاش زحمه كتير، عاملينها للضيوف بس غير اوضه الاطفال. كده خلاص الجزء اللي فيه الريسبشن وفي اوضه الضيوف خلص، وهندخل من الارج ده على صاله تانية وبقيه الاوض اللي في الشقه. يلا بينا. وحاطين هنا في الصاله زي ما انتم شايفين الديب فريزر وعليه شنطه المعالق مفتوحه علشان الناس اللي بتيجي بتبقى عايزه تتفرج. والجزء التاني بيبدا معانا بصاله وفتحه فيها اوضه النوم. ندخل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنخرج من اوضه النوم على طول جنبها باب اوضه الاطفال. اجمل حاجه في الاوضه انها عمليه جدا، مش اطفال اطفال يعني هتنفع قدام لما يكبروا، مش نظام دباديب بقى وقطط والحاجات دي، لا تحفه تحفه. والستائر بتاعتها صراحة ذوقها عالي. ودلوقتي هنخرج من اوضه الاطفال على الصاله ومن الصاله على المطبخ. انا مش هفتح معاكم غرف المطبخ علشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده.
وبكده تكون الجولة بتاعتنا خلصت النهاردة. أتمنى أنها تكون عجبتكم. ألف مبروك يا أميرة وألف مبروك يا محمد، ربنا يسعدكم. أشوفكم في فيديو جديد وبحبكم في الله.